أسرار الملك. صديق وسبعة مليون وقالوا خطفوه. شريف عبد الفضيل واحد من العناصر اللي انتقلت للأهلي بجدل كبير. نشوف تقديره إيه للانتقال للأهلي قبل ما نسأل المهندس عادل القيعي عن قصة روحية اللي اتخطفت. ليه رحت الأهلي ما رحتش الزمالك؟ مين مجنون ما يروحش الأهلي؟ ومين مجنون ما يروحش الزمالك؟ أنا مجنون عمري هبقى مجنون لو رحت الزمالك طبعا. ليه؟ أنا هربت من نادي الزمالك. ليه؟ وعمري ما ندمت لحظة إن أنا رحت النادي الأهلي. بس نادي الزمالك نادي كبير. كبير طبعا. بس لما تيجي تقارنه بالنادي الأهلي لا النادي الأهلي الاثنين يعني الأهلي والزمالك. أنت بالنسبة لك أنت بالنسبة لي أنا عن النادي الأهلي نمرة واحد. طيب شريف عبد الفضيل كان عنده هذا الحب. قبل ما أسأل المهندس عادل القيعي عن قصته عايز اقول ثلاث ارقام خليكم فاكرينهم باستمرار عشان كل واحد بيحاول يوقع بين الاهلي والاسماعيلي قولوا له المعادله فيها ثلاث ارقام. الاهلي صاحب الرقم الاقل. الاهلي خد من الاسماعيلي 19 لاعب. الزمالك خد من الاسماعيلي 22 لاعب. والاسماعيلي خد من الاهلي 28 لاعب. الاهلي خد 19، الزمالك خد 22. الاسماعيلي خد 28 من الاهلي، ومع هذا روحيه خطف. الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف. الموضوع ده كان بمناسبه شريف عبد الفضيل اللي كان الموضوع ابتدى من النادي الاهلي الاول. كنا مع المهندس نصر ابو الحسن رئيس النادي الاسماعيلي وكان في اتفاق تقريبا طلباتكم 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 وصلنا سبعه اعتقد زودناها لسبعه ونص. وقال خلاص احنا متفقين واللاعب عايز يجي النادي الاهلي بوضوح شديد جدا وتمسك جامد جدا. وكان معاه في الاتفاقات معانا اخوه نبيل عبد الفضيل من ايام ما كان في السعوديه كان في تواصل معانا ان يعني شريف حابب يجي النادي الاهلي. طرقنا الابواب اتكلمنا بشكل شرعي مع النادي الاسماعيلي وصلنا الى هذا الرقم. قال لي انا عندي بكره مجلس اداره هناخد القرار. فوجئت الصبح بان القرار الاستغناء عن شريف عبد الفضيل لنادي الزمالك. اتجننت. قال ده احنا بيتين ومتفقين ما كانش في زمالك خالص. المهم رحت طالب المهندس نصر ابو الحسن الحقيقه رد عليا. انا قلت مش حي يعني مش هيرد. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي والله الاغلبيه احنا كنا منقسمين ثلاثة ضد ثلاثة وأنا طبعا كنت أرجح بس قالوا لي إن إحنا لو أنت رجحت إحنا هنقول مش موافقين على بيعه. ده لو مشي الطريقة بين رئيس النادي يرجح فأنا خلاص اللعيب مش عايز يقعد فاضل له مدة هيمشي ولقيت إن المبلغ كبير وأنا والإسماعيلي محتاجه يبقى يروح الزمالك. قلت له يعني طب رغبة اللاعب ملهاش حساب؟ قال لي يعني ما هو رغبة اللاعب ومصلحة اسماعيلي ايضا. قلت له طب انا لو حققت لك ميزه اضافيه ما تقول لي طلباتك ايه تاني؟ انا كنت عارف من مده ان هم عايزين الكابتن احمد صديق الباك رايت. الباك رايت طبعا انا بتكلم في اربع خمس ساعات لان كان ابتدى بقى. قال لي انت هتقدر تغير الدنيا ازاي؟ ده الاستغناء كتبه هيتبعت او اتبعت في الطريق او حاجه زي كده. واخوه قاعد بقى الاخبار متتواتر اخوه قاعد في. قلت له لا شوف مصلحه الاسماعيلي فين. لو انا حققت لك ميزه فنيه انا عايز في الاربع خمس ساعات دول اكون اتكلمت مع كابتن صديق شفت رايه ايه، اتكلمت مع النادي الاهلي شوف رايه ايه، ونحقق المعادله دي وهو يرجع يكلم اعضاء مجلس الاداره ويقول لهم ازاي نقدر الكفه تتغير. في نفس الوقت قلت له اعمل هولد على السجن دلوقتي لحد ما نشوف هنوصل ليه في الاخر. علق الموضوع. كان صديقك حسين حلمي عندي في شبرمان. فهيتجنن هو جاي لي يعرف ايه اللي فالمهم ايه عرفت على الساعه 8 بالليل. انا قلت بقى يعني لشريف ما تروحش يعني خليك لحد ما نشوف الموضوع ايه هيحصل. لو ما عرفناش نتمم الصفقه بالشكل ده خلاص هتروح. انت متمسك بالاهلي؟ قال لي طبعا. ف جبت الموافقات
وبعدين قلت له احنا مش هنعرف مدير العمليه هنا من شبرمنت، انا محتاج فاكس لحكلم هيحصل جوابات تتبعت، هيحصل استغناءات تتبعت، هيحصل حاجات، محتاج فاكس. فروحت مكلم ربنا يمسيه بالخير المهندس محمد عبد الوهاب، قلت له ممكن نستخدم مكتبك؟ هو مكتبه بقى في مصر الجديده، انا فين؟ في الجيزه، في اخر الدنيا في طريق سقار. قال لي طبعا. فروحت مكلم نبيل عبد الفضيل، قلت له تجيب اخوك وتجي لي عند المهندس محمد عبد الوهاب، ان جيت لوحدك مش هقابلك، تيجي عند جايين نخلص والدنيا مستنيه. كان يوميها تاني يوم الصبح انتخابات النادي الاهلي، مجلس اداره. فانا رحت عند المهندس محمد عبد الوهاب، جه شريف وجه نبيل، وقعدنا نتفاوض، خلصنا كل حاجه. كلمت المهندس نصر ابو الحسن وبدات المراسلات الرسميه، جوابات وعقود واستغنى بيتكتب وبيتختم وبيتبعت بالفاكس، وخلصنا كل حاجه. وصلنا الساعه 6 الفجر مخلصين كل الاوراق، ومعانا شريف ومضع العقود وكل حاجه. وقلت له يا حسين مش هنعرف نروح شبرمنت ونرجع، فبت عنده للساعه 9، خدت شريف ورحت على النادي والباقي معاه. ايه الروحيه اللي اتخطفت؟ في الوقت ده كان كابتن ابراهيم يوسف قاعد على الهواء المغرب كده مع او يعني بعد المغرب مع الكابتن مدحت شلبي، فبيقول له الانتقال، وهو ماشي كده قال له الله 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 بعد البريك ده روحيه اتخطفت. قال له ايه؟ قال له مش لاقيين شريف. مش شريف فين؟ شريف فين؟ وبعدين باقي بقى كانت الناس ابتدت تعرف ان كابتن شريف يعني اصر على انه يجي النادي الاهلي، وتم الصفقه اعتقدها صفقه نموذجيه للنادي الاسماعيلي، لانه خد لعيب لعب عندهم كل الماتشات. صحيح، استفادوا من احمد صديق، كانوا محتاجينه فنيا جدا، زائد لعيب محترم كمان. 7.5 مليون جنيه، مش عارف متلخبط مين فيهم، كابتن عبد الله السعيد هو اللي 7.5 ولا شريف، المهم يعني مبلغ كبير من المال. فاعتقد انها كانت صفقه رابحه لكل الاطراف. شريف راح للنادي اللي هو عايزه، النادي الاهلي خد اللعيب في الحته اللي هو محتاجها. دهمنا الوقت، كنا نتمنى نقدر نستكمل مع حضراتكم محتوى الليله، لكن دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.